الشوط الاول توفيق. من المفروض بالنسبه للفريق المنهزم اللي هو بلديه الجزائر، هذه الكره من شاشع جاء اليمنى سريع وهدف ثاني ربما جاء صور جميلة صنع أنصار الفريقين في مدرجات ملعب 20 أوت، خاصة من أنصار الفريق المحلي. المباراة كانت مثيرة في بدايتها، حيث كاد فريق المولودية أن يفتتح باب التسجيل بعد دقيقتين من انطلاقة المباراة عن طريق اللاعب يوسف سفيان. رد فعل شباب بلوزداد كان من خلال هذه المحاولة التي انتهت في الأخير بين أحضان الحارس زيماموش. الشباب أتيحت له فرصة ثمينة كانت الأخطر في المباراة في هذه المرحلة الأولى، لكن المتميز والمتألق زيماموش في المكان المناسب. ثم جاءت فرصة الهدف الأول لفريق شباب بلوزداد بعد خطأ كبير مرتكب من مغربي محمد، متابعة جيدة من بوركبا الذي يتمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح فريق شباب بلوزداد. كان ذلك بعد مرور 17 دقيقة من زمن المباراة في مرحلتها الأولى. خلال المرحلة الثانية وبعد 7 دقائق من انطلاقتها تعود المولودية في نتيجة المباراة بواسطة اللاعب يوسف سفيان الذي أمضى هدف التعادل بعد فتحة جميلة من الظهير الأيمن بالصغير. الدقائق المتبقية من المباراة جعلت فريق الشباب يضغط ويتمكن من إضافة هدف ثاني بواسطة نفس اللاعب بورقبة الذي سجل ثنائية في هذه المباراة. هدف ثاني جعل الأمور تعود إلى طبيعتها مع بداية المرحلة الأولى. المولودية حاولت في أكثر من مناسبة معادلة النتيجة، لكن كرة ثمينة يضيعها اللاعب عمرو الذي كان وجها لوجه مع الحارس أسري. ثم محاولة انتهت بهذه الطريقة بعد تدخل الحارس أسري الذي ينقذ الموقف. شباب بلوزداد كاد يتمكن من إضافة هدف ثالث عن طريق بورقبة الذي ضيع كرة ثمينة وثمينة جدا. ثم الكرة الأخيرة الخطيرة في المباراة كانت بواسطة ربيح بوبكر، تسديدته مرت جانبي، هدفين لهدف واحد نتيجة المباراة لصالح شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر. عبد الملك جخبالة يطرد في هذه الدقيقة الثالثة من المرحلة الثانية، وهذا ما راح يزيد يصعب من مأمورية مولودية الجزائر، لأنك عندما تلعب بعشر لاعبين كل الأمور تتغير. ومخالفة مهمة ومهمة جدا بالنسبة لفريق شباب بلوزداد على بعد ربما 19 متر من منطقة الحارس. شوشي عمار عمور او ربيح عمار عمور، والهدف والهدف الاول من عمار عمور بطريقة ذكية ذكية جدا وبسيطة من عمار عمور يهدي بفضلها الهدف الاول لفريق مولودية الجزائر. عمار عمور يقدم الكثير والكثير لشباب بلوزداد خاصة في هذه اللقطة، يتسبب في
طرد اللاعب جغبالة يستعيد كرة من جغبالة يرتكب عليه الخطأ ينفذ كرة ثابتة وهدف أول لشباب الوزن. وكنا قلنا المباراة ممكن يحسمها كرة ثابتة والآن هذا هو الدليل. ولكن نقول كرة كانت يعني نعود نشاهد كرة كانت مقوسة وحتى شوشي ضمن يعني ما يقدر يعمل حتى شيء يعني في عندما تجيك كرة بهذا الشكل. تنفيذ الكرة بطريقة سهلة وبسيطة وذكية جدا من عمار عمور يفتتح باب التسجيل ربما للمباراة وجه آخر بعد هذا الهدف الأول. ربيح ربيح في هذه الكرة يحتفظ بهذه الكرة يبحث عن المراوغة لكن ضيع منه ونير نديل وبن شريفة ودراوري وابو غيرة. شباب بالوزداد بأول الأهداف شباب بالوزداد بأول الهفوات شباب يا بالوزداد 1-0 هدف أول لشباب بالوزداد. خليلي يسجل الهدف الأول ويسعد الأنصار والمحبين. خليلي يسجل الفرحة الأولى لشباب بالوزداد من كرة رأسية. يا سلام على ارتقاء ويا سلام على تسجيل أول أهداف المباراة. 1-0 خليلي يسجل الهدف الأول بعد 10 دقائق. ركلة زاوية الآن جديات على تنفيذ ركلة الزاوية يلعبها بالراس. زاد الجمال دلال وزاد الإبداع خيال. جديات بالعرضية وشرفاوي بالنهاية. 2 شباب بالوزداد ومن كرات ثابتة ومن كرات رأسية هدف ثاني لشباب بالوزداد. شوف الكرة بالراس ولا بالكتف المهم بأنها عرفت كتيبة بالوزداد من أين تؤكل الكتف. ركلتين زاوية فيها 3 نقاط حتى هذه اللحظة. شباب بالوزداد